أهلا بكم من جديد. عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وعن تنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع ارتباطا بماذا كنا وكيف أصبحنا. ورحب بضيفي داخل الاستوديو دكتور أسامة السعيد نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار. أهلا بحضرتك منورنا دكتور. كيف قرأت النهاردة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟ يعني الحقيقة الإعلان النهاردة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان استكمال لشعار كبير جدا رفعه سيادة الرئيس في خطاب توليه لفترة الرئاسة الثانية وهو بناء الإنسان المصري. الحقيقة ده مش منفصل أبدا. النهاردة إعلان الاستراتيجية هو تجسيد حقيقي وتنفيذ واقعي لهذا الشعار وهذا العنوان العريض للعمل الوطني. لو شفنا يمكن حضرتك أشرت في الفقرات السابقة أو في استعراضك لبعض جوانب هذه الاستراتيجية لأن احنا فعلا بننطلق من أرض صلبة. الحقيقة هذه الاستراتيجية هي استكمال لخطوات سبقت بها الدولة المصرية دولة 30 يونيو على مسار حقوق الإنسان. حقوق الإنسان علشان كل المشاهدين يبقوا معانا وفاهمين يعني إيه حقوق إنسان. حقوق إنسان هي كل ما يمت لحياة الإنسان بصلة من أول ما بيتولد ويمكن حتى كمان قبل ما بيتولد إلى أن يتوفاه الله وحتى بعد ما يتوفاه الله. إنه فكرة الرعاية ما بعد الموت إنه عدم التمثيل بالجثة أو غيره. فبالتالي كل حياة الإنسان هي منظومة حقوق إنسان. عندما تقوم الدولة بالرعاية الصحية بالرعاية فيما يتعلق بالإسكان بالتعليم بتوفير المأكل المشرب توفير الطرق توفير الحياة الكريمة الخدمات هذه كلها حقوق إنسان. حرية الرأي والتعبير، حرية التجمع، تكوين الأحزاب، تكوين الصحف، إصدار وسائل الإعلام، حرية وسائل الإعلام، حرية الوصول إلى المعلومات، هذه كلها حقوق إنسان. حرية الدينية، التسامح الديني، عدم التمييز، عدم التنمر، عدم العنصرية، إعلاء قيم المساواة وعدم التمييز، هذه كلها حقوق إنسان. وبالتالي النهاردة نحن أمام لحظة فارقة. الحقيقة الدولة المصرية بتلزم نفسها وبتفرض على نفسها استراتيجية واضحة للتعامل مع حقوق الإنسان. لدينا بنود واضحة لحقوق الإنسان في الدستور في كثير من القوانين والتشريعات المصرية، لكن الحقيقة النهاردة نحن أمام خطة عمل تطبيقية. الدولة بتلزم نفسها من 2021 إلى 2026 باجتياز بعض المشاريع وبتحقيق بعض الإنجازات التي ستعلي من قيمة حقوق الإنسان. ووفقا للبنود الأربعة أو المسارات الأربعة اللي حددتها الاستراتيجية سيتم التركيز على هذه البنود وسيتم استيفاء بعض المشروعات الضرورية في هذه المسارات علشان مصر تبقى مواكبة للمنظومة الدولية لحقوق الإنسان. اللي بالمناسبة زي ما سيادة الرئيس قال مصر كانت من أكثر الدول وأكثرها عراقة إسهاما في الجهد الدولي في حقوق الإنسان. دكتور محمود عزمي كان واحد من أشهر أو كان هو أحد من صاغوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة سنة 48. احنا بنتكلم على دولة عريقة دولة لها تاريخ في دعم حقوق الإنسان. مصر من أكثر الدول تصديقا على مواثيق حقوق الإنسان. مصر من أكثر الدول التزاما باتفاقياتها وتعهداتها الدولية في حقوق الإنسان. وبالتالي النهاردة الدولة المصرية دولة 30 يونيو بتضيف إلى هذا الجهد خطوة جديدة إضافة جديدة بتقول أنا بلزم نفسي من خلال اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالتنسيق بين الوزارات المختلفة بالعمل مع المجتمع المدني بالتعامل مع كل الأطراف المعنية علشان نوصل كلنا إلى خطوات تضيف إلى جهد الدولة في احترام وتعزيز حقوق الإنسان. إمتى نقول إن إحنا قدرنا نقفل على كل الأعداء اللي دايما لما بيجوا ما يلاقولناش اي غلطه اقول لك اصل حقوق الانسان اصلا امتى؟ طيب خليني بس اقول لك الاول انه ما فيش دوله في العالم بما فيها الدول اللي بتضع نفسها في مقدمه الدول الراعيه لحقوق الانسان ليس عليها ملاحظات بما فيها الولايات المتحده الامريكيه. شفنا مثلا الولايات المتحده الامريكيه اللي بتنصب نفسها راعيه لحقوق الانسان في العالم وتدخلت في اكثر من دوله تحت زعم وتحت غطاء حقوق الانسان. والنهارده اذا كنا بنحتفل بمرور 20 سنه على احداث 11 سبتمبر فما ننساش أن غزو أفغانستان وغزو العراق تم تحت مظلة فكرة حماية حقوق الإنسان. ومع ذلك الولايات المتحدة نفسها شفنا السنة اللي فاتت على سبيل المثال الأزمة بتاع جورج فلويد لما تم الاعتداء على مواطن ملون وتم قتله أمام الجمهور بشكل يعني فج وما خفي كان أعظم والله يعني بيجي من والعنصرية اللي بتمارس في اتجاه طبقات مهمشة في المجتمع الأمريكي. اسمح لي يا دكتور هيطلع بفاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك. فاصل ونعود.
اهلا بكم من جديد مره اخرى. برحب بضيفي داخل الاستوديو دكتور اسامه السعيد نائب رئيس تحرير جريده الاخبار. اهلا بك مجددا. يعني احنا مع بدايه هذا العام في يناير تحديدا كان في جلسات استماع للمجتمع المدني، والنهارده حتى تشجيعا للمجتمع المدني ودوره مهم جدا داخل المجتمع، السيد الرئيس اطلق 2022 عام للمجتمع المدني. شايف ازاي تاثير تعاون المجتمع المدني مع الحكومه في هذا الملف؟ الحقيقة تأثير مهم جدا، واعتقد انه اختيار 2022 عام للمجتمع المدني لم يأتي من فراغ. هذه الاستراتيجية اللي احنا بصددها النهاردة جاءت كثمرة من خلال الحوار المجتمعي ما بين الدولة ومؤسسات الدولة المختلفة وما بين المجتمع المدني. كمان كان عندنا تجربة مهمة جدا، وهي تجربة المجلس القومي لحقوق الإنسان، اللي كان المجتمع المدني شريك واضح جدا وشريك قوي جدا للدولة في المجلس القومي لحقوق الإنسان. وبالتالي الدولة المصرية بتمد يد العون لكل القوى وكل الأطراف وكل العناصر التي يمكن أن تضيف لمشروع النهوض المجتمعي اللي بيقوده سيادة الرئيس، اللي من ضمنها تحسين حقوق الإنسان وتعزيز منظومة حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان. وبالتالي المجتمع المدني أنا في تصوري هو شريك بالفعل. يمكن كل المشروعات القومية وكل المبادرات الرئاسية كان المجتمع المدني من الداعمين لهذه المبادرات. لو شفنا مشروع أو مبادرة 100 مليون صحة في مجتمع منظمات مجتمع مدني في الأقاليم شاركت بقوة في هذا الموضوع. حياة كريمة أيضا هناك مشاركة قوية لمنظمات المجتمع المدني في هذا المجال. وبالتالي الاستراتيجية وإعلان الدولة لعام 22 عام للمجتمع المدني هو إعلاء من قيمة المشاركة المجتمعية وإسهام مهم جدا لمنظمات المجتمع المدني، بدل ما يعني نشكو أنه لا كل حاجة على الحكومة كل حاجة على الدولة. نحن الآن مدعوين بشكل كبير جدا للمساهمة في هذه الاستراتيجية وفي تنفيذ هذه الاستراتيجية. خليني أقول لك كمان أنه كنا قبل الفاصل بنتكلم على فكرة الانتقادات وأعداء الدولة. هتستمر لأنه سياسيا دايما في تسييس لحركة حقوق الإنسان في العالم واستخدام لملف حقوق الإنسان في العالم. لكن أنا في رأيي الشخصي أنه دولة كبيرة وقوية زي مصر لا يجب أنها تنزعج من هذه الملاحظات، لأن إحنا أي حد عنده عليه ملاحظات، لكن إحنا بنصلح وبنقوم بالتقويم والتقييم المستمر. وأعتقد أن كمية التشريعات وعدد التشريعات الكبيرة اللي ساهمت في تحسين أداء منظومة حقوق الإنسان في مصر، تمكين المرأة، تمكين الشباب، رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، البعد الاقتصادي والاجتماعي، للحقيقة مصر حققت طفرات كبيرة جدا ترقى إلى اعتبارها إعجاز وليس إنجاز الحقيقة في السنوات الأخيرة. أنا أعتقد أن ده بيسد أي فجوة أو بيرد على أي انتقاد. الحقيقة كلها انتقادات مسيسة لا علاقة لها بمصلحة الدولة ولا علاقة لها بمصلحة المواطن. الحقيقة الدولة نفسها بتبادر وبتقدم خطوات عظيمة جدا في مجال تمكين المواطن المصري من حقوقه وإعلاء قيمة حقوق الإنسان وفكرة أنه كل الفئات. إيه اللي فضل لنا يا دكتور عشان نقول نحن فعلا ماشيين صح، وأن مصر بذلت كل ما لديها من مجهود علشان يكون عندها حقوق إنسان مثالية؟ سيادة الرئيس قالها النهاردة، التنفيذ. إحنا الحقيقة عندنا مجموعة من التشريعات الرائعة، عندنا منظومة مهمة جدا، وعندنا دستور من أفضل الدساتير والتي تتضمن العديد من البنود اللي بتعلي من ثقافة حقوق الإنسان وقيمة حقوق الإنسان. يبقى زي ما قال سيادة الرئيس هو التنفيذ، وأعتقد أنه إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان خطوة على سبيل التنفيذ. دايما كانت بتبقى عندنا المشكلة اللي دايما بتعترض الفجوة ما بين المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره ممثل لقوى المجتمع المدني وبين الوزارات والهيئات المعنية. الآن هذه اللجنة بتسد هذا الفراغ، بالتالي المجلس والمنظمات المجتمع المدني تستطيع التعامل مع اللجنة، وهذه اللجنة ستنظم حركة الوزارات المختلفة، أي شكاوى أي ملاحظات سيتم استيفائها من خلال الوزارات المعنية، وبالتالي التنفيذ هو الخطوة اللي كانت بتنقصنا، وأعتقد إن احنا بدأنا التصحيح. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور أسامة السعيد نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، بشكرك على هذه الإيضاحات وعلى تشريفك لنا. شكرا. وبشكركم مشاهدينا، إن شاء الله أعود وألقاكم الأسبوع القادم في منشط جديد مع رانيا هاشم. إلى اللقاء.